أهلا وسهلا فيكم في الدرس الثاني من بناء جزيرة عبر نمج علمي إيجين. في هذا الدرس حنتعلم كيف نحدد الطريقة اللي نصمم فيها الخريطة تبعيتنا. في هذا الدرس حنسوي شوية سيرتش على شوية صور وننزلها عنا على الكمبيوتر ونعيد رسم خريطة بسيطة نحددها تكون هي المصدر الرئيسي للجزيرة اللي حنصممها في الدروس القادمة. أول إشي بنفوت على موقع جوجل، بنسوي سيرتش على آيلاند وبنفوت على الصور. الآن في هذا المقطع هون في هذا الجزء أنت بتدور على صور حقيقية، بتشوف كيف الواقع بوصف الأشياء، كيف الدنيا اللي إحنا عايشين فيها بتكون الأشياء فيها. يعني بتطلع مثلا هون النوع الرمل كيف هو بدك تحطه أنت في جزيرتك، بتطلع على المي لونها أخضر على أزرق فاتح، مع المي تكون كحلي أو أزرق غامق، فهون بتلاقيها بتميل للون الأخضر شوي. بتصير تطلع إنه كيف تتوزع الأعشاب، بتصير تطلع كيف شكل الجزيرة، كيف مايل الجزيرة، فبتجمع شوية معلومات بتاخذ نظرة. أنا نزلت عندي مجموعة صور، يعني ناخذ نظرة على هاي الصورة. أنا عجبني في هاي الصورة المنحدر، لاحظ أنت هون المنحدر كيف شكله، نوع الأحجار، ممكن نجيب نفس نوع الأحجار ونحدد هذا الإشي. نفس الإشي بتطلع هون هذا كمان منظر المنحدر جدا رائع. فأنا بنزل مجموعة صور باخذ فكرة عامة عن شو نوع العشب اللي أنا عندي حختاره، بختار نوع الصخر اللي أنا هحطه، بشوف كمان الرمل اللي أنا هحطه، كمان في مناظر جدا رائعة بقدر أطلع عليها. مثلا في هاي الصورة أنا طلعت على الإنارة، كيف أنا ممكن أحط الإنارة في الجزيرة اللي أنا بدي أسويها. يعني أنا حنسوي هسه الجزيرة وراح تلاحظوا في الفيديوهات القادمة لسه الجزيرة فيها إشي غلط. لما نوصل لمرحلة الإنارة، الفيديو حيكون متأخر شوي، لما نوصل لمرحلة الإنارة راح يكون جزء مهم جدا من دورتنا كيف نخلي الإنارة كأنها طبيعية في اللعبة. طيب بعد هيك نطلع كمان نفس الإشي هون على التدريج، على طريقة العشب وين بتواجد، قديش ببعد العشب عن الرمل لجوا. فأنا نزلت مجموعة صور، هاي الصور بتكون مرجع لإلي أنا لما بدي أتفرج عليهم. طيب أنا مثلا نشوف هاي الصورة، تلاحظ أنت هون الصخر كمان كيف مقصوص، تقدر تجمع هاي المعلومات. بعد ما خلص انا نزلت الصور واخذت الفكره وعرفت انا كيف تتقسم الجزيره وارضها، بجيب ورقه وبرسم عليها الجزيره اللي انا بدي اصممها، وبقول انا بدي احط هنا عشب، انا بدي احط هنا الصخر، انا بدي اعمل هنا الرمل. خلينا نفوت مثلا احنا على هسه على الفوتوشوب، واول انا طبعا هستخدم هذا اللوح والقلم، هذا للرسامين في العادي بيكون، انت مش بحاجته، انت ممكن تستخدم ورقه عاديه او الماوس عادي، انا هستخدم هدول انا بحكم اني برسم اصلا، فراح استخدمهم. اول اشي بدك تسوي في هذا الدرس قبل ما نكمل، اول اشي لازم تعرف انك لازم تعمل لايك وتعمل سبسكرايب ضروري، لان انت وصلت لهي المرحلة اعمل لايك سبسكرايب واهلا وسهلا فيك حتتكمل هاي الدورة معنا. تمام خليني امسح. طيب الان بدنا نرسم الجزيرة تبعيتنا. الجزيرة اللي بنرسمها بدنا نحدد، خلينا نقول احنا من الصور اللي شفناها في بنشوفها كتكون مثلثة، خلينا نرسم الجزيرة على شكل مثلث. يعني خلينا نحكي من هون تيجي الجزيرة زي هيك، تنزل من هون زي هيك، نقدر نعمل تقريبا اشي مشابه لهذا المنظر، نعملها زي هيك. خلينا نمسح هاي النقطة هون ونعمل هاي مثلا من هون تطلع لفوق زي هيك، هيك شكلها احسن. نقول في عندنا في نص المي يكون في صخور، كمان صخور هون، صخور هون. بدنا نعمل منحدر، خلينا نحط الصخور الموجودة في المنحدر، نقول هاي المنطقة هون بدها يكون فيها منحدر، هاي منحدر في هاي المنطقة. تمام. نحكي انه عندنا هون في مرتفع شوي، ممكن نعمل زي هيك اشي. بتعرفوا انتو الخرائط، طب نعمل الخرائط بعدين. بيكون عندنا خلينا نقول عندنا شوية صخور هون كمان، نعمل مثلا هون عشب، نقول كمان عندنا شوية عشب هون، شوية عشب كمان هون. بنعمل كمان خلينا نقول زي طريق، ونعمل هاي زي هيك انه هاي منطقة مرتفعة، الخط هذا بيمثل منطقة هاي منخفضة وهاي منطقة مرتفعة. بنعمل كمان هاي زي هيك، هاي منطقة منخفضة يعني هاي حتكون رمل، وهاي منطقة مرتفعة حتكون هاي كمان عشب زي هيك. بنعمل طريق من هون زي هيك،
بنقول في عنا بيت، نحط بيت في الجزيرة، خلينا نصمم بيت، ونقول في طريق هون زي هيك، وننزل هاي اللي هون هيك، ونكمل كمان الطريق. في يعني اللاعب بيمشي من هون، بيمشي على الأرض هاي، تكون جميلة تكون، وبيجي عنده البيت. بنقول كل هاي تكون رمل، وهاي نفس الاشي رمل، تمام. خلص هيك أتوقع هاي الخريطة نقدر نعتبرها هي اللي حنستخدمها لمشروعنا. خلينا نخزن هاي الخريطة ونعتبرها موجودة الآن لمشروعنا، ونصير نبني عليها، نصير نجيب المواد اللي طلعناها من الصور اللي قبل شوي طلعناها، ونستخدمها لهاي الخريطة، وننفذ هذا المشروع بهذا الشكل. لا تنسوا اللايك وسبسكرايب. في أمان الله، مع السلامة.